الباص الكره لرشيد بالمعلم. محسن متولي ورمى بيها حسن السوري، ما كاينش تسلل، كرة سدد من المياري يتدخل لإبعاد الخطر عن المرمى بشكل أكروباتي جميل جدا. وياسين السرحي قام لعليه في الكرة الأخيرة، أخطر فرصة في الجولة الأولى للمباراة، عمل كبير من حسن السوري، ياسين السرحي سدد ونادي المياري أخرج عصارة سنين من التجربة بالخليج العربي مع نادي الوحدة الإماراتي وبالبطولة الوطنية مع الرسين والحسنية والوداد، أخطر فرصة في الجولة الأولى. وكأن تقدم لنا السيناريو الذي ستحضر به الجولة الثانية من المباراة. كما نعلم التعادل لن يخدم لا مصالح الوداد ولا رجاء، لا مصالح الزعامة لرجاء، لأنه المغرب الفاسي انتصار وأولمبيك ريبكا حافظ على الصدارة بتعادل، بالتالي يود الفوز في مباراة اليوم لاعتلاء القمة. والوداد في حالة التعادل فسيخسر الكثير، لأن الوداد في حالة انتصار اليوم سيضيف لرصيده 3 نقاط وعنده مباراة مؤجلة، و6 نقاط ممكن اعتبار على أن الوداد سيدخل في طابور المتنافسين على اللقب، لقب البطولة الوطنية. يعود نادي المياغري لاستئناف اللاعب ودقيقتان من الوقت المضاف، يعلن عنهما الحكم الرابع لمباراة اليوم ياسر القاضي. قاضي ومحامي سلك العدل كله حاضر اليوم في الطاقم التحكيمي الذي يقود هذه المواجهة، والجولة الأولى كانت عادلة من طرف الطاقم التحكيمي. 47 دقيقة نلعب الدقيقة الثانية من الوقت المضاف، والنتيجة كما هي أمام حضراتكم من تتابعون هذا الديربي رقم 110، لازالت سلبية 0-0 بين الوداد والرجاء. خالد السقاط من مصطفى العلاوي، محمد الحاج، احمد اجدو، ضغط لاعبي الرجاء على حامل الكره والكره في التماس. اهم ما ميز الجوله الاولى 3 فرص ضائعه، 1 للرجاء و2 للوداد. الجوله الثانيه ستكون بسيناريوهات مغايره تماما، عدة سيناريوهات مطروحة في الجولة الثانية من هذا الديربي. كيف ستكون الأحوال وكيف سيكون حال الديربي في الجولة الثانية؟ سنتعرف على ذلك في البلاطو التحليلي لزميلين هشام فرج وهشام الإدريسي في هذا التغطية التي